بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ محاضرة جديدة بعنوان حاجة اسمها باثوفيسيولوجي اوف رينال سيستم او رينال سيستم باثوفيسيولوجي. زي ما احنا متعودين مع بعض ببدأ بانترودكتوري كيس، حالة من خلالها بدخل للموضوع. ابص على الصورة والصورة بألف كلمة، واضح ان في طفلة اهي تتصبب عرقا، في عرق شديد اهو، وصهد طالع من جسمها، الجو حر قوي، وماسكة الايه ازازة مية وقاعدة تشرب. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ الحالة بتقول 16 year old girl، بنت عندها 16 سنة، بتعاني من ايه؟ من هيدك، صداع، vomiting يعني قيء بترجع، apathy اللي هو lack of interest يعني مش حاسة باللي حواليها، مش حاسة بالدنيا، and clouded consciousness يعني الوعي بتاعها مضطرب، مش حاسة باللي حواليه. طب الحاجات دي حصلت ليه؟ These symptoms occurred after drinking 2.5 لتر of water. الحاجات دي حصلت بعد ما شربت 2.5 لتر مية. ليه؟ To break her fasting in Ramadan after a long period of exposure to direct sunlight in a very hot weather with excessive sweating. ايه الكلام ده؟ هي كانت صايمه في رمضان، دي حاله فعليا شفتها، كانت جت العياده، كانت عباره عن ايه؟ كنا في شهر رمضان والجو حر جدا، وكانت خرجت تشتغل مع والدها في عز الحر، جت على العصر كده وتعبت، مش قادره تكمل صيام، العرق شديد جدا، فضغطوا عليها عشان تشرب عشان تفطر، اذا مش قادره تكمل صيام، الجو حر وعرق شديد والكلام من ده، فجابوا لها ميه تشرب، يجيبوا لها ازازه ميه، تقول كمان شربت 2.5 لتر ميه، شربتهم من هنا. اللي حصل بقى ترجيع، صداع، دروخه، هبوط، وقعت في الارض. ايه الحكايه وايه الروايه وايه تفسير الموضوع ده؟ ده اللي هنفهمه في محاضرة النهاردة. من الحالة بدخل للأهداف أو بقول عليها الـ learning objectives. أول حاجة compare and contrast، قارن ما بين إيه وإيه. حاجة اسمها respiratory acidosis وحاجة اسمها respiratory alkalosis. تاني حاجة الميتابوليك acidosis والميتابوليك والإيه و الميتابوليك الكالوس. تاني حاجة كلاريفاي تايبس اوف ديهايدريشن، ايه انواع الجفاف. ثم ديستنجوش ايزوتونيك فروم هايبوتونيك اوفر هايدريشن. واضح من الاهداف عندي ان انا عندي هدفين كبار. حاجة اسمها اسيد بيز ديستربنسز اللي هي اسيدوزس والكالوزس، وحاجه اسمها ووتر ديستربنسز اللي هي ديهايدريشن واوفر هايدريشن. هنبدا بالهدف الكبير الاولاني اللي هو الاسيد بيز ديستربنس. الاول ابقى عارف النورمال بلاد بي اتش. النورمال بلاد بي اتش قد ايه؟ من 7.35 من 100 ل 7.45 من 100، المتوسط 7.4 من 10. طب ايه هي التايبس اوف اسيد بيز ديستربنسز اللي عايزين نعرف؟ في حاجة اسمها أسيدوزس وحاجة اسمها الكالوزس. أسيدوزس معناها ان البي اتش قلت عن 7.35 من 100، والكالوزس معناها ان البي اتش زادت عن 7.45 من 100. حموضة الدم زادت عن 7.45 من 100، يبقى دي اقول عليها الكالوزس. According to the cause بقسم الاسيد بيز ديستربنسز انتو ريسبيراتوري اسيد بيز ديستربنس وميتابوليك اسيد بيز ديستربنس. الريسبيراتوري اسيد بيز ديستربنس المتحكم الرئيسي فيها مستوى الكربون دايكسايد في الدم، كربون دايكسايد تنشن في الدم. بينما الميتابوليك اسيد بيز ديستربنس المتحكم الرئيسي فيها مستوى البيكربونات في الدم اللي هو HCO3. لو زاد الكربون دايكسايد تنشن في الدم الارتيريال بلاد، بقول عليها ايه؟
respiratory acidosis. ولو قل في الدم بقول عليه respiratory alkalosis. بينما لو زادت البيكربونات في الدم بقول عليها metabolic alkalosis. ولو قلت في الدم بقول عليها metabolic acidosis. هنبدأ بأول حاجة عندي حاجة اسمها respiratory acidosis. في أي acid based disturbance هتلاقيني بين قوسين كده كاتب لك ايه اللي زايد وايه اللي قليل والبلد اتش قد ايه. ثم عايز اعرف الكوز بتاع الحاله ايه اللي الجسم بيعمل لها كوركشن ازاي، بيحاول يصلحها ازاي، اعراضها ايه اللي هي المانيفستيشنز، الكومبليكيشنز بتاعتها ايه، الاثار الجانبيه او المضاعفات ايه، ثم الحاله دي تتعالج ازاي. اولا الريسبيراتوري اسيدوس يبقى في زياده في الكربون دايكسايد تنشن في البلد، وبلاقي ان البلد اتش اقل من 7.35%. يبقى كلمه ريسبيراتوري اسيدوزس بتتكون من مقطعين ريسبيراتوري واسيدوز. اسيدوزس يعني البلد اتش اقل من 7.35%. ريسبيراتوري يبقى الديستربنس في الكربون دايكسايد تنشن، وهنا اسيدوز يبقى في زياده في الكربون دايكسايد تنشن. طب السبب الريسبيراتوري اسيدوزيس ايه؟ في ريسبيراتوري ديزيز كوزنج ريتينشن اوف كربون دايكسايد، يعني اي سبب يخلي فيه هايبوفنتيليشن، يعني التنفس بطيء. اما يكون التنفس بطيء يعني الكربون دايكسايد ويل اكيوموليت يتراكم جوه جسمي في الدم فيحصل ريسبيراتوري اسيدوس. طب الجسم بيحاول يحل المعضله دي ازاي عشان يرجع البلد بي اتش توورد نورمال؟ عن طريق حاجه اسمها البلاد بافرز. في الدم بتاعنا في كيميكال بافرز زي البيكربونات بافر والفوسفيت بافر، زي الهيموجلوبين، زي البلازما بروتين، كل دول اكت از بافرز، يعني بتحاول تحافظ على البلاد بي اتش ثابت. لكن مهم جدا ابقى عارف ان اكتر حاجه بتحاول تصلح الريسبيراتوري اسيد بيز ديستربنس هي الكدني عن طريق حاجه اسمها رينال بافر. ايه الدور بتاع الكدني؟ هنا في ريسبيراتوري اسيدوزس، يعني انا عايز اقلل الاسيد. الكدني بتزود البيكربونيتري ابزور، بتزود اعاده امتصاص البيكربونيت عشان تعادل الاسيديتي الاسيدوزس يعني. بتزود الهيدروجين ايون اكسكريشن عشان تخليني اقلل الاسيدوز. يبقى ده كده الكوركشن صلحناها بالبلاد بافر والرينال بافر. طب ايه هي المانيفستيشنز او الاعراض بتاعه الريسبيراتوري اسيدوز؟ الريسبيراتوري اسيدوز العيان بيعاني من ديفيكالت بريثنج اللي هو اساس المشكله. ما المشكله في ريسبيراتوري ديزيز كوزنج ريتينشن اوف كربون دايكسايد، فتلاقي في ايه ديسنيا، ممكن تلاقي فيه سيانوزس زرقة بلوش ديسكالاريشن اوف سكين اند ميوكوس ممبرين نتيجه ايه؟ زياده الريديوست هيموجلوبين في السوبرفيشال كابيلرز. مع الاسيدوز بيبقى في سي ان اس انهيبيشن وكوما اغماء. طب الكومبليكيشنز مهمه جدا، هلاقي فيه هايبر جلايسيميا يعني في زياده في البلاد جلوكوز ليفل، وهلاقي فيه هايبر كاليميا البوتاسيوم زايد. ليه؟ لان لما يبقى فيه اسيدوزس يعني الهيدروجين ايون في الدم كتير يقوم هو داخل جوه السيلز وطارد البوتاسيوم مخرجه خارج السيل، فيزيد البوتاسيوم في الدم يعني يحصل هايبر كاليميا. الهايبر كاليميا بتديسترب الانسولين فانكشن، تاثر على البلاد جلوكوز يوتيلايزيشن، فيزيد البلاد جلوكوز في الدم يحصل هايبر جلايسيميا. ومع الاسيدوزس بيبقى في ديستربنس في الانزيمز جوه جسم، فهيقل الكاردياك كونتراكشن يعني هيقل الكاردياك اوتبوت يعني هيقل البلاد بريشر يحصل هايبوتنشن، وتلاقي العيان بيعاني من هيدك نتيجه ان في فازو دايلاتيشن، لان الاسيدوزس من الميتابوليتس اللي بتعمل فازو دايلاتيشن في السيستميك سيركوليشن. طيب الريسبيراتوري اسيدوزس بنعالجها ازاي؟ يعني لو الجسم ما عرفش يصلح وفي لسه اسيدوزس، ان انا بدي اورال
صوديوم بيكربونات اللي هو الكالينايزنج ايجنت، حاجه تعادل الاسيدوز، او بدي انترافينوس صوديوم لاكتيت، وهذا الصوديوم لاكتيت از ميتابولايز انسايد ذا بودي انتو بيكربونات عشان تحاول تعمل بافرنج للريسبيراتوري اسيدوز. لما بص على الصوره والصوره بألف كلمه هتلاقي حاله ريسبيراتوري اسيدوزس السبب الرئيسي، الاقي في ريسبيراتوري ديبريشن، ريسبيراتوري بروبلم زي اير واي اوبستراكشن او ديكريز الفيلر كابيلاري ديفيوجن مخليها كربون دايكسايد محبوس جوه اللنج وجوه الجسم فزايد في الدم، يحصل ريسبيراتوري اسيدوزس. نتيجه لكده هتلاقي فيه ها وضع على العين ان هتلاقي عنده هايبوفنتيليشن هتؤدي لها هايبوكسيا، هيبقى كومبنسيتد برابيد شالو ريسبيريشن نتيجه الاسيدوز ديت، هيحصل ستيميليشن استثاره للريسبيراتوري سنتر، فالعيان يعوض الهايبوفنتيليشن بان يبدا يحصل رابيد شالو ريسبيريشن، بتبتدي ان في مشكله مخليها هايبوفنتيليشن فيحصل ريسبيراتوري اسيدوز. الريسبيراتوري اسيدوزس هيحصل بعد كده لها ان تحاول تعمل وش للكربون دايكسيد عن طريق ان بيتزود الريسبيريشن فيحصل رابيد شالو ريسبيريشن. هتلاقي فيه البلاد بريشر قليل، هايبوتنشن السكن والميوكوزا لها بيلتو سيانوتك، ممكن تلاقي فيه سيانوزس، تلاقي العام بيعاني من هيدك نتيجه فازو دايلاتيشن، هتلاقي فيه هايبر كاليميا البوتاسيوم زايد في الدم، ونتيجه الهايبر كاليميا تلاقي فيه اريزميا او ديسريزميا دقات القلب غير منضبطه. تلاقي فيه سي ان اس ديبريشن، تلاقي فيه دراوزنس ديزنس وديس اورينتيشن، وتلاقي فيه ماسل ويكنس، كل دي اعراض للريسبيراتوري اسيدوز. طب الميتابوليك اسيدوزس، اولا هي اسيدوز لان البلاد بي اتش اقل من 7.35 من 100، كلام جميل، وهي ميتابوليك لان البيكربونات قليله في الدم. عايز اعرف الاسباب بتاع الميتابوليك اسيدوزس، اول حاجه لوس اوف الكالاين جاسترونتستينال تراكت سيكريشن زي في حالات الاكسسيف دايريا. اكسسيف دايريا زي ما احنا عرفنا واحنا بنتكلم في الجي اي تي ان الجاسترونتستينال تراكت سيكريشن از الكالاين، اما بيحصل دايريا بنفقد الكالاين سيكريشن ككومبنسيشن عشان ارجع اكون الالكالين سيكريشن، بيتكون اسيد فيبقى في اسيد تايب فتلاقي فيه ميتابوليك اسيدوزس. تاني حاجه لوس اوف بايكربونات ان يورين زي في حالات الرينال فيلير، بفقد بايكربونات في اليورين كتير فهتقل في الدم فيحصل ميتابوليك اسيدوزس. تالت حاجه انكريزد بايكربونات كونسامشن از اي بافر فور انكريزد اسيد، يعني في بعض الحالات بيبقى في زياده في الاسيد، ونتيجه زياده الاسيد في الدم بنستخدم بيكربونات بكميه زياده عشان نحاول نعمل بافرنج للاكسس اسيد فتؤدي الى ميتابوليك اسيدوز. زي ايه؟ في حالات الرينال فيلير، زي حالات الدايبيتس ميليتس، زي حالات الشوك والاستارفيشن المجاعه والصدمه اللي او الشوك اللي بتحصل في الكارديوفاسكولار ايه سيستم. طيب انا كده عرفت الكوزس اوف ميتابوليك اسيدوز. الجسم بيحاول يصلح المشكله بثلاث طرق مختلفه، يا اما عن طريق البلاد بافر زي مثلا البيكربونات بافر تحاول تشتغل علشان تعادل الميتابوليك اسيدوزس، او عن طريق الريسبيراتوري بافر. خدها قاعده عامه، الريسبيراتوري اسيد بيز ديستربنس از كوركتد مينلي باي كيدني، هو الميتابوليك اسيد بيز ديستربنس از كوركتد مينلي باي ريسبيراتوري باف. فهنا ميتابوليك اسيدوزس يبقى هتحاول يحصل لها كوركشن بالريسبيراتوري بافر عن طريق الهايبر فنتيليشن. اما يبقى في ميتابوليك اسيدوزس هتستثير الريسبيراتوري سنتر علشان تزود الفنتيليشن علشان تعمل ووش لكربون دايكسايد فيقل الهيدروجين ايون في الدم فيقل الاسيدوز. تالت حاجه عن طريق الرينال بافر، ان الكيدني لها دور بقى.
الكدني هتحاول تعمل ايه؟ تعمل ري ابزوربشن للبيكربونات فتعوض نقصان، وفي نفس الوقت تزود الهيدروجين ايون اكسكريشن فتخلصني من الاكسس اسيد. طب ايه المانيفستيشنز بتاعت الميتابوليك اسيدوزس؟ هتلاقي فيه دب ديب رابيد بريثنج اللي انا بقول عليه كوزمول بريثنج. يبقى الكوزمول بريثنج از اي مانيفستيشن اوف ميتابوليك اسيدوزس. ايه كمان؟ زي ما قلنا في الريسبيراتوري اسيدوزس هناك سي ان اس ديبريشن وكوما، هنا نفس الكلام الميتابوليك اسيدوز بلاقي معاها سي ان اس وايه وكوما. الكومبليكيشنز هتلاقي نفس الكومبليكيشنز بتاعت الميتابوليك اسيدوز، هتلاقي فيه هايبر جلايسيميا وهايبر كاليميا، وهتلاقي فيه ديكريز في الكاردياك ايه كونتراكشن، وهتلاقي فيه هايبو تنشن. التريتمنت تقريبا برضك نفس الحكايه بس بنزيد عليها تريتمنت اوف ذا كوز. يبقى في تريتمنت اوف ذا كوز، بندي اورال صوديوم بايكربونات، وبندي انترافينوس صوديوم لاكتيت اللي هو بيتحول جوه جسمي لبايكربونات. يبقى انا كده كلمت على الميتابوليك ايه اسيدوزس. ابص على الصوره والصوره بألف كلمه. الميتابوليك اسيدوز قلنا اسبابها ممكن تكون ايه؟ البايكربونات اتخلصنا منها كتير زي في حالات الدياريه، وفي حالات اكسس كونسامشن نتيجه اكسس اسيد برودكشن زي دايابيتيك كيتو اسيدوزس او دايابيتس ميليتس، نقص البايكربونات برودكشن زي حالات الليفر فيلير وديهايدريشن وخلافه. المانيفستيشن هتلاقي فيه كوزمول ريسبيريشن وده كومبنساتوري هايبر فنتيليشن، هتلاقي فيه هايبوتنشن وهيديك وهايبر كاليميا وهايبر جلايسيميا، تلاقي ماسل تويتش يكون زي كونفالشنز كده، تلاقي فيه نوزيا وفروميتنج، هتلاقي ديكريز ماسل تو. طيب الاسيد بيز ديستربنس اللي بعد كده حاجه اسمها ريسبيراتوري الكيلوزيس. ريسبيراتوري الكيلوزيس بتتكون من مقطعين، حاجه اسمها الكيلوزيس وحاجه اسمها ريسبيراتوري. الكيلوزيس معناها ان البلاد بي اتش اكبر من 7-45%، وريسبيراتوري معناها ان المشكله في الكربون دايكسايد يبقى قليل. محتاج اعرف الكوزيس. الريسبيراتوري الكالوزس ممكن يكون سببها ايه؟ مشكله اساسيه ريليتد لهايبر فنتيليشن، يبقى في اكسس كربون دايكسيد ووش او ريموفال، فمعناه ان يحصل الكالوز. فاول سبب ديكريز الارتيريال كربون دايكسيد تنشن بلو 35 مليمتر ميركري زي في حالات الهايبر فنتيليشن، سواء فولانتري بمزاج واحد بمزاج كده قاعد يعمل هايبر فنتيليشن او ات هاي التيتيود على المرتفعات. طيب هو النورمال كربون دايكسيد تنشن كام؟ النورمال كربون دايكسيد تنشن تقريبا كام؟ من 35 ل 45 مليمتر مرك، والارقام تتحفظ زي اسمها. يبقى بالتالي لما الاقي ان الكربون دايكسيد تنشن اقل من 35 يبقى دخلنا في ريسبيراتوري الكالوزيس. لو لقيناها ازيد من 45 مليمتر مركري يبقى دخلنا في ريسبيراتوري اسيدوزس. طيب تاني حاجه لو في سايكونيوروزس سبب نفسي زي هيستيريا زي انكزايتي واحد متوتر، هتؤدي الى ايه؟ هايبر فنتيليشن واكسس كربون دايكسيد وش اور ريموف. حالات تانيه زي ايه؟ زي الفيفر حمى او مينينجايتس او ساليسيليت انتوكسيكيشن تسمم الساليسيليت تسمم الاسبرين مثلا، هتؤدي الى هايبر فنتيليشن. يبقى السبب الرئيسي للريسبيراتوري الكالوزس هو هايبر فنتيليشن باسبابه المختلفه. طيب دي الاسباب بتاع الريسبيراتوري الكالوزس. طب الجسم بيحاول يحلها برضك بالثلاث طرق اللي عارفينها، عن طريق البلاد بافر زي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيحاول ايه؟ يعمل بافرنج للريسبيراتوري الكالوزس. الهيموجلوبين بيبقى ماسك ريديوز هيموجلوبين ماسك، ممكن يمسك في مين؟ في الهيدروجين ايون، فيعمل له ريليز عشان يعمل نيوتراليزيشن للالكالوز، او عن طريق الريسبيراتوري بافر اللي هو هايبرو فنتيليشن. لما الكربون دايكسيد تنشن في الدم يقل
يحصل هايبوفنتيليشن، يحصل هايبوفنتيليشن هيحصل ريتنشن لكربون دايكسايد فيزيد في الدم فيصلح المشكلة. او التصحيح الاساسي بيبقى رينال عن طريق ايه؟ الكدني. عن طريق ايه؟ انه يزود البيكربونات اكسكريشن، يخلصني من البيكربونات في اليورين، او يقلل الهيدروجين ايون سكريشن في اليورين، يعني بالتالي هيعمل ريتنشن للهيدروجين ايون فتعمل بافرنج للريسبيراتوري الكالوزيس. طب العيان اللي عنده ريسبيراتوري الكالوزيس بيعاني من ايه؟ ايه المانيفستيشنز؟ هتلاقي عنده هايبر فنتيليشن، ده السبب، بتلاقي هايبر فنتيليشن فتلاقيه موجود. تاني حاجه، طالما في الكالوزيس هيبقى في ديكريز للايونايزد كالسيوم، طالما قل الايونايزد كالسيوم يحصل حاجه اسمها تيتاني اللي هو انكريز نيوروماسكولار اكسايتابيليتي ديو تو هايبوكالسيميا، وهتلاقي في سي ان اس اكسايتيشن عكس الاسيدوزيس، وهتلاقي في فازو كونستريكشن للبلاد فيسل فتلاقي في بيقل البرين بلاد فلو او البلاد فلو تو ذا برين، يبقى تلاقي هايبر فنتيليشن اللي هي السبب، وهتلاقي النتيجه ان يبقى في تيتاني وسي ان اس اكسايتيشن وتلاقي في ديكريز للبرين بلاد فلو. طب الكومبليكيشنز عكس ما قلنا في الاسيدوز، هنا هتلاقي في ايه؟ هتلاقي في هايبوكاليميا نتيجه زياده البوتاسيوم انفراكس، البوتاسيوم يدخل للخليه ومع الهايبوكاليميا الانسولين نشاطه بيزيد، لما البوتاسيوم يدخل للخليه بيزيد نشاط الانسولين فيحصل هايبوجلايسيميا، نتيجة الهايبوكاليميا يحصل أريزميا ديستربنس في الكاردياك اكتيفيتي والهارت ريت، هتلاقي فيه فازو كونستريكشن للسيريبرال والكوروناري بلاد فيسل، هتلاقي فيه زيادة في الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين، لأن بيحصل حاجة اسمها شيفتنج اوف اوكسجين ديسوشيشن كيرف تو ذا ليفت، يعني الاكسجين عايز يمسك في الهيموجلوبين او الهيموجلوبين عايز يمسك في الاكسجين بايده واسنانه، زياده الافينيتي في الهيموجلوبين تو اكسجين يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين بيحب الاكسجين او مش عايز يسيبه، يعني مش هيسيب الاكسجين للتيشو، يعني معناها يحصل تيشو هايبوكسيا. يبقى الكومبليكيشنز اوف ريسبيراتوري الكالوزيس هايبوكاليميا هايبوجلايسيميا اريزميا وسيريبرال وكوروناري فازو كونستريكشن وتيشو هايبوكسيا. طب لو الجسم ما عرفش يصحح المشكله محتاجين علاج من بره، يبقى اول حاجه حاول اعالج السبب تريتمنت اوف ذا كول، ثاني حاجه بدي اسيدفاينج سولت اسمه امونيوم كلورايد بديه اورالي عن طريق الفم عشان يحاول يعادل الالكالوز. لما بص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه، ادي ريسبيراتوري الكالوز، السبب ان في ايه؟ هايبر فنتيليشن لاسباب مختلفه ادت الى ان في سي ان اس ستيميليشن فممكن تلاقي في سيجرز او كونفالشنز، ممكن تلاقي في هايبر فنتيليشن اللي هي السبب الرئيسي، تلاقي اريزميا صوره التاكيكارديا زياده في الارت ريت، تلاقي في هايبو كاليميا وهايبو جلايسيميا، وممكن الاقي نمبرنس وتنجرنج اوف اكستريمتس في تنميل وخدلان في الايدين وفي الرجلين، ممكن الاقي نوزيا وفوميتك، ممكن الاقي ليثارجي خمول وكونفيوجن، الدنيا مش واضحه. اخر اسيد بيز ديستربنس حاجه اسمها ميتابوليك الكالوز، بتتكون برضك من مقطعين، الكلام لذيذ وسهل بس نركز. اول حاجه الكالوزس، يبقى البلاد بي اتش اكبر من ال 7.45 من 100، وميتابوليك معناها ان البيكربونات زايده في الدم. يهمني الاسباب، ايه اسباب الميتابوليك الكالوزيس غايه في الاهميه. اول حاجه لو بناخد اكسس بايكربونيت انتيك، واحد عنده قرحه معديه او قرحه في الاثنى عشر وقاعد ياخد انتي اسيد مضادات الحموضه اللي هي غنيه في البيكربونيت، يبقى هتلاقي فيه اكسس بايكربونيت، يبقى فيه ميتابوليك الكالوز. ايه تاني؟ واحد خد ماسيف بلاد ترانسفيوجن، اتنقل له دم بكميه كبيره، الدم بيبقى فيه صوديوم سيتريت اللي هو بيتحول في الكبد جوه جسمك لبيكربونات،
فلو خد ماسيف بلاد ترانسفيوجن يعني لو خد كميه كبيره قوي من الدم هيكون كميه كبيره من البيكربونات فيحصل ميتابوليك الكالوز مش كده وبس. لو في لوس اوف اسيتك جي اي تي سيكريشن زي في حالات الاكسسيف فوميتنج واحد قاعد يرجع فبيرجع الحامض اللي موجود في المعده فبيفقد حامض وما يجي يكون حامض جديد بيكون بيكربونات بقول عليه الكالاين تايب يبقى يحصل ميتابوليك الكالوز مش كده وبس. لو عيان عنده هايبر الدسترونيزم الالدسترون بيفرز بكميه كبيره الالدسترون بيعمل ايه؟ بيزود الهيدروجين ايون لوس في اليورين فيحصل ايه؟ يحصل ميتابوليك الكالوزز مش كده وبس. طب في بعض الدايوريتكس اللي هي الايه؟ الادويه المدره للبول. في بعض الانواع من الدايوريتكس بتزود الصوديوم تيوبولار لود اند ري ابزوربشن يعني بتزود الصوديوم ليفل ديستال كونفوليوتد تيوبول فيزيد الصوديوم ري ابزوربشن وطالما زاد الصوديوم ري ابزوربشن بيبقى ان اكسشينج مع هيدروجين ايون يعني هيزيد الهيدروجين ايون اكسكريشن في اليورين يعني فقدنا هيدروجين ايون كتير في اليورين وبالتالي يحصل ميتابوليك الكالوز. الاسباب بتاعت الميتابوليك الكالوزس غايه في الاهميه. الجسم بيحاول يحل المشكله برضك بالثلاث طرق التقليديين، اول حاجه البلاد بافر زي الهيموجلوبين. ريسبيراتوري بافر باي هايبو فنتليشن لان الالكالوزس بتنهبت ريسبيراتوري سنتر. وممكن عن طريق الرينال بافر ان انا اعمل ايه؟ ازود الاكسكريشن اوف بايكربونيت عشان اقلله واقلل الاكسكريشن او السكريشن بتاع الهيدروجين ايون عشان اعادل الالكالوز. المانيفستيشنز هلاقي فيه شالو رابيد بريثنج وهلاقي سي ان اس از اوفر اكسايتابل وهلاقي فيه تنجرنج سنسيشن ذا فيس. ليه؟ لان فيه هايبوكالينيا زي ما هقول في الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز نفس الكومبليكيشنز اللي انا قلتها مع ريسبيراتوري الكالوز. هتلاقي فيه هايبوكاليميا وهايبوجلايسيميا. هتلاقي فيه اريزميا. هتلاقي فيه كوروناري فازو كونستريكشن وتلاقي تيشو هايبوكسيا نتيجه زياده الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين. التريتمنت نفس الكلام اللي انا قلته في ريسبيراتوري الكالوز. تريتمنت اوف ذا كوز وبستخدم اسيديفاينج سولت زي الامونيوم كلورايد اورالي. لما ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه. دي حالة ميتابوليك الكالوز الاقي فيها ايه؟ ممكن الاقي سي ان اس هايبر فانكشن اول الكوز ممكن يكون سيفير فوميتنج او دايوريتك او اكسسيف بايكربونيت انتيك دي الاسباب المانيفستيشنز الاقي هايبوكاليميا وهايبوجلايسيميا وسي ان اس سيميليشن ممكن الاقي تريمرز ممكن الاقي ماسل كرامبس نتيجه الهايبوكاليميا ممكن الاقي تنجلنج اوف فينجرز اند توز نتيجه الهايبوكاليميا برضك ممكن الاقي نوزيا وفوميتنج ودايريا الاقي كونفيوجن الاقي ديسريزميا او اريزميا ان ذا فورم اوف تاكيكارديا زيت الارتريت ممكن الاقي كومبنساتوري هايبو فنتليشن نتيجه الالكالوزس يبقى دي اسمها ميتابوليك ايه؟ الكالوزس. يبقى احنا كده خلصنا النص الاولاني من المحاضره اللي هو الاسيد بيز ديستربنس. النص الثاني من المحاضره اللي هو البادي ووتر امبالانس. قبل ما ابدا في البادي ووتر امبالانس محتاج اعرف التايبس اوف سوليوشنز اكوردنج تو ذير تونيسيتي. في حاجه اسمها هايبوتونيك سوليوشن، حاجه اسمها ايزوتونيك سوليوشن، وحاجه اسمها هايبرتونيك سوليوشن. جوه جسمي بقول على سوليوشن هايبوتونيك معناها انه دايليوت سولت كونسنتريشن يعني لما اجي اقارن التونيسيتي او الكونسنتريشن اوف سوليوتس ان ذيس سوليوشن ان ريليشن تو بلازما اللي هي ايزوتونيك بلاقيها قليله يبقى دي هايبوتونيك. يبقى هايبوتونيك سوليوشن هاز لوور سوليوت كونسنتريشن ان كومباريزون تو بلازما. ده الكلام ده انا بتكلم جوه جسم. ايزوتونيك يبقى في ايكويفالنت سولت كونسنتريشن تو ذات ان ذا بلازما. هايبرتونيك يبقى في ايه؟ كونسنتريتد سولت concentration in comparison to plasma. فالهايبوتونيك سوليوشن لو انا
السوليوشن هايبوتونيك يبقى الفلويد هيتحرك منين لفين؟ لو انا عندي سيل والفلويد اللي براها هايبوتونيك، الفلويد هيتحرك من خارج الخليه لجواها يخلي الخليه يحصل فيها سويلنج. طب لو ايزوتونيك الفلويد هيبقى كونستانت، مش هيتحرك لا لجوه ولا لبره لان الكونسنتريشن ثابت بتاع السوليوت. طب لو هايبرتونيك سوليوشن، يعني لو حطيت خليه في هايبرتونيك سوليوشن تركيزها اعلى من البلازما، الخليه تخرج الفلويد منها فتلاقي الخليه حجمها صغير. دي الكلام ده مهم جدا وانا بتكلم فيه الايه يعني ايه ده هايدريشن ايزوتونيك وهايبوتونيك وهايبرتونيك وهكذا الاوفر هيدريشن ده نتكلم عنه حالا. تاني حاجه وانا بتكلم في الووتر بالانس، قبل ما اتكلم على الديستربنس ان ووتر بالانس، يبقى لازم ابقى اعرف الووتر بالانس. ووتر بالانس معناها ان انا في حاجه اسمها ووتر جين، انا بدخل ميه جوه جسمي عن طريق ايه؟ عن طريق الاكل والشرب، وعن طريق ايه؟ الميتابوليزم بتاعي. يبقى الووتر انتيك اللي هو مجموع الفود اند درينك، ووتر الفود اند درينك اللي هو تقريبا 2.2 لتر في اليوم، بالاضافه للووتر الناتج عن الميتابوليزم زي الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات مثلا 3.1 لتر بير دي، يعني مجموعهم تقريبا 2.5 لتر في اليوم. ده الووتر جين، الميه اللي بتدخل جسم، بينما الميه اللي بتخرج من جسم في الظروف العاديه لازم تساوي الووتر جين اللي يبقى 2.5 لتر برضك. متوزعه ازاي؟ بفقد ميه عن طريق السكن واللانج، عن طريق الجلد والرئه، بقول عليه انسنسبل ووتر لوس، وده تقريبا 9.1 لتر بير دي. بفقد ووتر عن طريق اليورين البول 1.5 لتر بير دي. بفقد ووتر عن طريق الفيسز او الاستول اللي هو البراز 1.1 لتر بير دي، اجمعهم هتلاقيهم 2.5 لتر بير دي. يبقى نورمالي في ووتر بالانس، كميه الووتر جين بتساوي الووتر لوس بتساوي 2.5 لتر بير دي. طيب لو حصل ديستربنس بقى الووتر جين مش بيساوي الووتر لوس، لو لقيت الووتر لوس اكتر من الووتر جين يحصل حاجه اسمها نيجاتيف ووتر بالانس اللي هي دي هايدريشن. يبقى دي هايدريشن از نيجاتيف ووتر بالانس، معناها ان الووتر لوس از مور ذان ووتر جين، المياه اللي بفقدها اكتر من اللي بتدخل في جسمي. في منها ثلاث انواع رئيسيه، حاجه اسمها ايزوتونيك دي هايدريشن، حاجه اسمها هايبوتونيك دي هايدريشن، وحاجه اسمها هايبرتونيك دي هايدريشن. اول حاجه ايزوتونيك دي هايدريشن، يبقى انا قاعد افقد ايزوتونيك فلويد، يعني بلاقي الاوزمولاريتي بتاعت الاكسترا سيلر فلويد لسه بتساوي الاوزمولاريتي بتاع الانترا سيلر فلويد. طيب انا بفقد ايزوتونيك فلويد ازاي؟ عن طريق ايه؟ ان ممكن يحصل هيموريج فبفقد بلاد ايزوتونيك فلويد، بيرن فبفقد بلازما، دياريا بفقد اكسترا سيلر فلويد، فوميتنج، سويتنج، كل دول ايزوتونيك فلويدز. طيب الكلينيكال بيكتشر تبقى ايه؟ اوف هايبوفوليميا، البلاد فوليوم قليل، فتلاقي العيان بيعاني من هايبوتنشن، ضغط الدم قليل، كريفلكس كومبنساتوري ميكانيزم، حاجه تعويضيه للهايبوتنشن، بيحصل ريفلكس تاكيكارديا انكريز ان هارت ريت، وممكن يحصل سيركولاتوري شوك، واحد يغمى عليه ويقع في الارض نتيجه اكسسيف هايبوتنشن. امال الهايبوتونيك دي هايدريشن، بلاقي ان الاوزمولاريتي اوف اكسترا سيلر فلويد از ريديوست، برودوسينج ان اوزموتيك جريدينت الونج ويتش ووتر انترز ايه؟ ذا سيلز. يعني انا بلاقي الاكسترا سيلر فلويد اوزمولاريتي اقل من الانترا سيلر فلويد، والميه بتنتقل من الاوزمولاريتي الاقل للاوزمولاريتي العاليه. افتكرها بايه؟ لما بتاكل اكله فسيخ ولا رنجه، اكله ملوحه، تلاقي نفسك ملهوف على الميه علشان تخفف الملوحه دي. فلما يبقى الاكسترا سيلر فلويد اوزمولاريتي اقل من الانترا سيلر فلويد اوزمولاريتي، الميه تدخل لداخل الخليه عشان تقلل الملوحه اللي فيه او الاوزمولاريتي اللي فيه. طب ايه اللي يعمل هايبوتونيك
dehydration، الحاله بتاعتنا اللي احنا بدانا بها. البنت اللي كانت صايمه في رمضان في عز الحر وشغاله في عز الحر، عرقت كتير، هبطت، ضغطوا عليها عشان تفطر. هي اصلا كانت في الاول فقدت ايه؟ ايزوتونيك فلويد اللي هو العرق، لكنها عوضوها بايه؟ بشربه ميه اللي هي هايبوتونيك فلويد. فنتيجه لكده حصل هايبوتونيك ديهايدريشن. يبقى اوكيز اف ذا سيرست بروديوس ده بقى ايزوتونيك فلويد لوس زي الحاله بتاعتنا اللي عن طريق العرق، از كوركتد باي درينكينج ووتر الون. زي ايه بالظبط؟ لو واحد قعد في صحراء وما بيشربش خالص لمده يومين، يوم اتنين تلاته، وبعدين مش لاقي ميه لحد ما فجاه لقى ميه، لو شرب كميه كبيره من الميه ممكن يموت فيها، لان هيحصل له هايبوتونيك ديهايدريشن، ولذلك يبل بس شفايفه الاول لحد ما جسمه يهدى. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الهايبوتونيك ديهايدريشن، قلنا ان الاكسترا سيلولار فلويد اوزمولاريتي قليله، يبقى الميه هتدخل لداخل الخليه، فالسيل يحصل فيها ايه؟ سيل سويلنج. الكارثه كلها بيبقى في الخلايا اللي في المخ لما يحصل سيل سويلنج للبرين، والبرين موجود في مكان مغلق جوه الجمجمه، والجمجمه لا تتمدد، فلما يزيد حجم البرين هينضغط عليه، هيزيد البريشر جواه، يزيد الانتراكرينيال بريشر، فتلاقي فيه هيدك، صداع، فوميتنج، كي ايباثي، خمول وهمدان، ومش حاسس باللي حواليه. كلاودد كونشسنس، هيبدا يفقد الوعي، وممكن يحصل كونفالشنز، تشنجات وكوما يغمى عليه. امال الهايبرتونيك ديهايدريشن، بلاقي ان بوز اكسترا سيلولار فلويد وانترا سيلولار فلويد بيقلوا، فبيديني سيمبتومز اوف هايبوفوليميا اند ساينز اوف ديهايدريشن، يعني فاهمها حاله. طب ايه اسباب الهايبرتونيك ديهايدريشن؟ لو حصل لوس اوف فلويد بور ان صوديوم، يعني الواحد قاعد يفقد فلويد بور ان صوديوم، مفيش فيه صوديوم، زي حالات ايه؟ دايابيتس مليتس، فابوليوري قاعد يفقد يورين ريتش ان ووتر، بور ان صوديوم. زي حالات الدايابيتس انسيبيدس، نقص في هرمون الانتي دايابيتيك هرمون، فقاعد يفقد ميه لكن ما بيفقدش الصوديوم. لو في زياده للسكريشن اوف الدوستيرون as in heat adapted person sweating heavily، يعني مثلا واحد شغال في مناجم فحم وبيعرق كتير جدا، فزاد الالدوسترون عنده، فحصل كومبنسيشن وادابتيشن، تعود، فبدا العرق بتاعه يبقى كتير لكن الصوديوم فيه قليل، لان حصل زياده للالدوسترون، والالدوسترون بيزود امتصاص الصوديوم من السويت العرق، يبقى بيفقد ميه بور الصوديوم. او في حالات الماونتين كلايمرز ات هاي التيتيود في هايبر فنتيليشن، اللي متسلق الجبال، فتلاقيه بردك عنده هايبر فنتيليشن، والهايبر فنتيليشن بيفقد من خلالها ووتر، ان عن طريق اللنج بنفقد ووتر، انسنسبل ووتر لوس، انت بتاخد نفسك، النفس اللي خارج بتفقد معاه بخار ميه، يبقى في هايبر فنتيليشن، يبقى انت بتفقد ايه؟ ووتر بور ان صوديوم. كل ده يعمل ايه؟ هايبرتونيك ديهايدريشن. الاسباب دي مهمه جدا عشان تنسيل كتير. طب ايه هي الكلينيكال بيكتشر اوف هايبرتونيك ديهايدريشن؟ هتلاقي العيان بيعاني من ايه؟ ديكريز في السليفري سكريشن، اللعاب بتاعه ايه؟ السكريشن قليل. ديكريز سكين تورجر او الاستيس، تيجي تشد الايه؟ الجلد كده المفروض بيرجع بسرعه، لكن اللي عنده جفاف زي ما تشوفها في الاطفال كده او كبار السن، تلاقي الجلد ايه؟ دانه مكرمش كده وينزل بعد وقت، اسمها ديكريز سكين تورجر او سكين الاستيستي. هتلاقي الدراي ميوكاس ممبرين، يقول لك انا ريقي ناشف، تلاقي في زياده في البادي تمبريتشر، ليه؟ لان في ايه؟ في هايبوفوليميا. زي بالظبط ايه؟ لما الواحد بيعمل كوبايه شاي مثلا وملا نص الكوبايه شاي، بس الشاي كان بيغلي مش عارف يشرب، عايز يبرد الشاي بيزود ميه، لو الميه كانت قليله تلاقيها تغلي، تلاقيها سخنه قوي، زودت انت ميه على الميه اللي كانت ايه؟
سخنه تلاقي ايه بردت. يبقى لما بيزيد البلاد فوليوم بينظم البادي تمبريتشر، لما يقل البلاد فوليوم بيزيد البادي تمبريتشر. ولذلك لما يكون حد عنده سخونيه شديده نقول له كتر في السوائل، بس السوائل مش معناها ايه، مش معناها ميه حاف، مش معناها بيور ووتر، لا. يعني لو بيور ووتر ممكن تعمل له مشكله، تعمل له هايبوتونيك ديهايدريشن. يبقى انا كده عرفت انواع الايه، الديهايدريشن، سواء ايزوتونيك هايبوتونيك او هايبرتونيك. لما اجي اقارن ما بين الهايبوتونيك والهايبرتونيك ديهايدريشن، ابص على الصوره، والصوره ب 1000 كلمه، هتلاقي ادسلها لو السيل دهيت كان براها هايبوتونيك فلويد، يعني الاكسترا سيلولار فلويد التونست بتاعته اقل من الانترا سيلولار فلويد، الميه هتقوم داخله لخارج لداخل الخليه، الميه هتقوم داخله لداخل الخليه، لداخل الخليه فيحصل سيل سويلنج. بينما العكس يحصل لو كان الاكسترا سيلولار فلويد الاوزمولاريتي بتاعته اقل ولا اعلى؟ اعلى من الانتراسيلولار فلويد. لو اعلى من الانتراسيلولار فلويد الميه هتنتقل من الانتراسيلولار فلويد في اتجاه الاكستراسيلولار فلويد، فيحصل ايه؟ يحصل انتراسيلولار ديهايدريشن، فتلاقي شرينكينج للسيل. يبقى في حالات الهايبوتونيك ديهايدريشن هيحصل انتراسيلولار اوفر هايدريشن، يحصل سيل سويلنج. بينما في الهايبرتونيك ديهايدريشن هيحصل انتراسيلولار ديهايدريشن ويحصل سيل شرينكج. اخر جزئيه عندنا النهارده اللي هي الاوفر هايدريشن، او بقول عليها بوزيتيف ووتر بالانس. بوزيتيف ووتر بالانس يعني ايه؟ كفه الميزان رايحه ناحيه الاكسس ووتر جين. واحد جسمه بيخزن ميه اكتر ما بيفقد، جسمه بقى مشبع بالميه، اوفر هايدريشن. في منها ثلاث انواع برضك، ايزوتونيك اوفر هايدريشن، هايبوتونيك اوفر هايدريشن، وهايبرتونيك اوفر هايدريشن. الايزوتونيك اوفر هايدريشن بيبقى سببه ايه؟ لاسباب مهمه جدا. ممكن يكون سببه نقص في البلازما اونكوتيك بريشر، اللي هي بلازما بروتين كولويدال بريشر، فبتزود الفلويد في الاكسترا سيلولار فلويد، زي حالات الهيباتيك سيروزس، الليفر فيه مشكله تليف في الكبد فما بيكونش بلازما بروتين بيقله، او في حالات النيفروتيك سندروم الكيدني فيها مشكله بتخلينا نفقد بلازما بروتين كتير، فالنتيجه النهائيه ان البلازما بروتين بتقل فبيقل البلازما اونكوتيك بريشر، فيحصل ايه؟ اكيوميليشن للفلويد، يبقى ايزوتونيك في الاكسترا سيلولار فلويد، يبقى ايزوتونيك اوفر هيدريشن. او في حالات نقص الصوديوم اكسكريشن، الصوديوم ما بنتخلص، الكدني ما بتتخلصش منه كتير، زي حالات الرينال انسفشنسي والهايبر الدسترونيزم. واحد يقول لي يا دكتور من شويه كنت بتقول لي الهايبر الدسترونيزم بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها ديهايدريشن، وجاي دلوقتي بتقول لي هايبر الدسترونيزم معاها هاي اوفر هيدريشن. اقول لك خلي بالك، لو رجعت لكلمه هايبر الدسترونيزم هناك كنت بقول لك في حالات الادابتيشن تو اكسسيف سويتنج، فالالدوسترون بيزود الصوديوم ري ابزوربشن من السويت، فالبني ادم قاعد يفقد ميه وايه وما بيفقدش صوديوم، فتلاقي فيه هايبرتونيك ايه ديهايدريشن. يبقى هناك كان في هايبرتونيك ديهايدريشن مع الادابتيشن مع اللي هو الهايبر الدسترونيزم، زي ما قلنا من شويه اهي، زي ما لسه قايلين اهو، زياده سكريشن اوف الدسترون مع الادابتيشن. كلام جميل. طيب يبقى انا دلوقتي اتكلمت على ايه؟ الاوفر هايدريشن اول سبب اللي هو ديكريز بلازما اونكوتيك بريشر، وتاني سبب نقص الصوديوم اكسكريشن. طب تالت حاجه تريتمنت ويز هرمونز ذات ريتين صوديوم زي كونتراسبتيف بيلز، حبوب منع الحمل، دي بتخزن لمين او بتريتين ايه؟ بتريتين الصوديوم. فهتعمل ايه؟
تعمل ايزوتونيك اوفر هيدريشن. طب الكاركترز بتاعتها ايه؟ هيزيد الريتنشن اوف ووتر اند سولت ان ايزوتونيك بروبرشنز. يعني اكن عملت ريتنشن لايه؟ لايزوتونيك فلويد. يحصل هايبرفوليميا ويحصل جينالايزد ايديما. كلام جميل. طيب تاني حاجه، حاجه اسمها هايبوتونيك اوفر هيدريشن. هايبوتونيك اوفر هيدريشن لو قل الرينال ووتر اكسكريشن، يعني ما بنفقدش ميه نتيجه ان ايه، في مشكله في الكدني مثلا، فيحصل ايه؟ هايبوتونيك اوفر هيدريشن. يبقى في اكيوموليشن لفلويد في الاكسترا سيلولر فلويد، بيبقى هايبوتونيك النيتش زي في حالات السيفير كاردياك انسفشنسي وفي حالات الاكيوت رينال فيليا. في الهايبوتونيك اوفر هيدريشن في اكسسيف اكيوموليشن اوف هايبوتونيك فلويد في الاكسترا سيلولر فلويد، هذا الفلويد هيدخل لداخل الخليه فيحصل سيل سويلينج، فيعمل لي سيمتومز اوف انكريز برين بريشر. امال الهايبرتونيك اوفر هيدريشن دي رير كونديشن، حاله نادره، ويتش مي ريزلت فروم انفيوجن اوف هايبرتونيك صوديوم كلورايد. لو عينا قلنا له هايبرتونيك صوديوم كلورايد انفيوجن، محلول غني بالصوديوم كلورايد تركيزه اعلى من البلازم هايبرتونيك، ده يعمل ايه؟ هايبرتونيك اوفر هيدريشن. يبقى لازم افرق ما بين زياده الالدوستيرون بوجه عام ممكن تعمل اوفر هيدريشن نوع ايه؟ ايزوتونيك، لان بيعمل سولت ووتر ريتينشن. لكن لو حصل ادابتيشن للاكسسيف سويتنج معاه الدوسترون بيزيد، اكسسيف سويتنج هيؤدي كادابتيشن ميكانيزم، هيزيد الالدوسترون فيزود الصوديوم ريابزوربشن او ابزوربشن من السويت جلاند داكت، فهيزيد الووتر لوس بور ان صوديوم، فيحصل هناك ايه؟ هايبرتونيك دايديشن. لازم افرق ما بين الحاجتين زي ما انا قلت. يبقى الالدوسترون كلام مطلق، الهايبر الدوسترونيز تعمل ايه؟ هتعمل لي ايزوتونيك اوفر هيدريشن. لكن لو كان في ادابتيشن للاكسسيف سويتنج، كادابتيشن هيزيد الالدوسترون هيخليني افقد سويت بور ان صوديوم، فيعمل هايبرتونيك دايهيدريشن. لازم افرق ما بين الايه؟ الحاجتين. انا عدتها وزدتها وكررها عشان ايه؟ ما يحصلش لخبطه. تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه النهارده، اتكلمت عن هدفين كبار، اتكلمت على الاسيد بيز ديستربنس وعرفت الفرق ما بين الريسبيراتوري اسيدوزس والكالوزس والميتابوليك اسيدوزس اند الكالوز، ثم اتكلمت على الووتر الووتر امبالانس، اتكلمت على الديهايدريشن بانواعه والاوفر هايدريشن. ناخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو. اول سؤال، which of the following is the normal blood pH؟ فكر كده، شاطر، اللي هي 7.4. السؤال الثاني، respiratory acidosis is manifested by which of the following؟ فكر، ها شاطر، هتلاقي معاها هايبر كاليميا. السؤال اللي بعد كده، which of the following is excluded to be a cause of metabolic acidosis؟ يعني يستبعد انه يكون cause من الميتابوليك ايه؟ اسيدوزس. مين؟ شاطر، اللي هو اكسسيف فوميتنج، لان الاكسسيف فوميتنج هيعمل ميتابوليك الكالوزس، لان مع الاكسسيف فوميتنج انا بفقد اسيد، وعشان اكون اسيد تاني بصنع مع بيكربونات، فيحصل ميتابوليك الكالوزس اللي ابو العلاء الكالاين تايب. السؤال اللي بعد كده، ريسبيراتوري الكالوزس از مانيفيستد باي ويتش اوف ذا فولوينج؟ ممتاز، اللي هي تيتاني. السؤال اللي بعد كده، ميتابوليك الكالوزس از كوزد باي ويتش اوف ذا فولوينج؟ شاطر، اكسسيف بلاد ترانسفيوجن، لان البلاد ترانسفيوز بيبقى في صوديوم سيترات جوه الجسم بواسطه الليفر بيتحول لبايكربونات، فما اخد ماسيف او اكسسيف بلاد ترانسفيوجن هيزيد البايكربونات فتعمل لي ميتابوليك الكالوزس.
السؤال اللي بعد كده the falling of blood pH يعني في acidosis and rising of partial carbon dioxide بقى respiratory يبقى الحالة ايه زي حالات ايه النيمونيا التهاب الرئوي او الانفيزيما ده برضك مرض في الرئة indicates the following خلاص بقت واضحة respiratory acidosis. السؤال اللي بعد كده a 45 year old female with renal failure واحدة عندها 45 سنة بتعاني من فشل كلوي missed her dialysis and was feeling sick مع نسيت غسيل الكلى وحاسة انها مريضة what could be the reason for feeling sick يبقى في ميتابوليك ايه acidosis شاطر طب respiratory acidosis is characterized by which of the following هيبقى معاها ايه شاطر complicated by increased blood glucose بيبقى معاها هايبر جلايسيميا السؤال اللي بعد كده a 16 year old girl had an acute onset of headache vomiting apathic clouded consciousness that occurred after drinking 2.5 liter of water to break her fasting in Ramadan الحالة بتاعت after long period of exposure to direct sunlight in a very hot weather with excessive sweating يعني كانت صايمة جو حر عرقت كتير ما قدرتش تكمل صيام فترت على مية حاف 2.5 لتر حصلت لها الكوارث دي الحالة دي تكون ايه شاطر هايبوتونيك dehydration طب السؤال اللي بعد كده A 70 year old male had abdominal colic مغص في بطنه severe vomiting and diarrhea بيرجع وبيسهل for the last two days البلد برجع بتاعه قليل 100 على 60 والبلس زايد 120 بالبير مينت الحالة دي عبارة عن ايه وعنده في severe vomiting وdiarrhea بيفقد ايه بيفقد ايزوتونيك فلويد يبقى ايزوتونيك ديهايدريشن السؤال اللي بعد كده A 40 year old diabetic female يبقى diabetes suffered بول سكري suffered from dry mouth polydipsia with severe polyuria her blood glucose 400 she was drowsy and lack concentration مدروخة وفقد التركيز الحالة دي ممكن تكون معاها ايه شاطر دايابيتس او دايابيتس ميليتس او دايابيتس انسيبيتس قلنا بيفقد مية اكتر ما بيفقد صوديوم زي الادابتيشن بتاع مين الاكسيسيف سويتنج اللي بيزايد مع الالدوسترون بيبقى مع يبقى حالة هايبرتونيك دايدريشن طب الحالة اللي بعد كده A 35 year old married female suffered from difficulty breathing palpitation and easy fatigability واحدة متجوزة بتعاني من صعوبة في التنفس اتقلب زيادة ارهاق جامد Her body weight was 99 كيلو الوزن زايد. Her medical history indicated that she took oral contraceptive pills for the last 12 years ماشي على حبوب الحمل 12 سنة اللي فاتوا. Examination showed hypertension and generalized edema. Which of the following is expected in this case? في ايه؟ في oral contraceptive ايه؟ pills. فعاملة ايه ووتر ريتينشن يبقى في اوفر هايدريشن ايه ايزوتونيك اوفر هايدريشن يعني في سلطة ووتر ريتينشن كلام جميل عشان ما تتلخبطش يا اوفر هايدريشن اللخبطة ممكن تلخبطك هل هي ايزوتونيك ولا هايبرتونيك افتكر ان الهايبرتونيك كاترير لكن دي كومن تاني حاجة انها كانت عبارة عن ان واحد بياخد ايه انفيوجن of excess infusion of hypertonic saline يبقى دي كانت hypertonic overhydration لكن حالتنا دي isotonic overhydration لان في salt water ايه retention السؤال اللي بعد كده isotonic dehydration occurs in which of the following condition في حالات ايه شاطر اللي هو excessive diarrhea طيب السؤال اللي بعد كده increase the secretion of aldosterone as in heat adapted person sweating heavily cause of which of the following شاطر اللي هي ايه hypertonic dehydration اللي احنا قاعدين نعيد ونزيد ونكرر فيه طيب ناخد نمط الأسئلة صح وغلط اول سؤال respiratory acidosis is manifested by hypokalemia غلط hyperkalemia السؤال اللي بعد كده هايبر جلايسيميا از ا فيتشر اوف ريسبيراتوري اسيدوز صح السؤال اللي بعد كده اكسسيف دايريا كوزس ميتابوليك اسيدوزس
صح، لان الدياريا يفقد الكلاين وبيتكون اسيد طايف، يبقى صح. السؤال اللي بعد كده، كوزمول بريسنج اوكيرز ان ميتابوليك الكالوزس، غلط، بتحصل في الميتابوليك اسيدوزس. السؤال اللي بعد كده، ريسبيراتوري الكالوزس كوزز تيشو هايبوكسيا، صح، لان في زياده للافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين. السؤال اللي بعد كده، نورمال ارتيريال كربون دايكسيد تنشن 75 ملم مركري، غلط، من 35 ل 45 ملم مركري. السؤال اللي بعد كده، هايبر الدستورونيزم كوزز ميتابوليك الكالوزس، صح. ليه؟ لان الهايبر الدستورونيزم بتعمل ايه؟ بتزود الهيدروجين سكريشن فيحصل ميتابوليك الكالوزس. السؤال اللي بعد كده، امونيوم كلورايد از اسيدفاينج سولت يوزد اورالي تو تريت ميتابوليك الكالوز، صح. السؤال اللي بعد كده، بيرنز كوز ايزوتونيك ديهايدريشن، صح، لانه بيفقد ايزوتونيك سوليوشن اللي هو البلازما. السؤال اللي بعد كده، if the thirst produced by isotonic fluid loss is corrected by drinking water alone hypotonic dehydration occurs، صح. السؤال اللي بعد كده، hypertonic dehydration is manifested by increased salivary secretion، غلط، decreased salivary secretion. السؤال اللي بعد كده، hepatic cirrhosis causes isotonic overhydration، ها، صح. ليه؟ لان انا عندي ايه مع الهيباتيك سيروزس، بيقل البلازما بروتين فيزيد الفلتريشن، فيزيد الايزوتونيك فلويد في الاكسترا سيلولار فلويد ويحصل جنرالايز ايديما معاه. السؤال اللي بعد كده، ايزوتونيك اوفر هيدريشن از مانيفيستد باي جنرالايز ايديما، صح. السؤال اللي بعد كده، اكيوت رينال فيلير كوزس هايبرتونيك اوفر هيدريشن، غلط، يبقى معاها هايبوتونيك اوفر hydration. السؤال اللي بعد كده، increased brain pressure is a manifestation of hypotonic overhydration، صح، لان بيبقى فيه cell swelling نتيجة ايه؟ influx او دخول او entry of water into the cell، فيحصل cell swelling. دي الانسر كي بتاع اسئلة الاختيار من المتعدد بتاعتنا. كده الحالة بقت واضحة، الطفله دي كانت قاعده في الحر الشديد، عرقت كتير، عطشت، عوضت عطشها بشرب كميه كبيره من الميه العاف، فعملت لها ايه؟ هايبوتونيك دي هايدريشن، وعملت لها الاعراض بتاعتها دي كلها. علشان كده ما ينفعش اللاعب اللي قاعد يلعب ويعرق كتير جدا نديله ميه حاف يشرب، يشرب محاليل خاص غنيه بالمعادن والسكريات و و وادي الريفرنسز بتاعتنا. ارجو ان الامور تكون واضحه، بالتوفيق ان شاء الله.